مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 3 يوليو كشفت فرقة BTS عن فيديو تشويقي لمشروع قادم ليتم تأكيده لاحقا على أنه برنامج سفر سيضم العضوين جونكوك وجيمين، حيث بدأ تصوير البرنامج مباشرة بعد أداء جونكوك العام الماضي في مدينة نيويورك. وفقا للإعلام عن البرنامج، زار الاثنان نيويورك في الولايات المتحدة وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية وسابورو في اليابان، وجرب الاثنان أنشطة عدة في المناظر الطبيعية الجميلة لكل موقع مثل تخييم وتجديف، واستمتع بالتسوق وتناول الطعام. خلال الرحلة واجه بشكل متكرر أحداثا غير متوقعة جعلتهما يتساءلون هل أنت متأكد؟ ولكن من خلال طرح هذه الأسئلة على نفسيهما اكتشف ما هو الأكيد بالنسبة لهما. يتكون البرنامج من 8 حلقات، حيث سيتم عرض أول حلقتين في 8 أغسطس، تليها حلقة واحدة كل يوم خميس. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو إيغاسيو كومسامنيدا.